مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نهار جميل وشكرا بزاف على المتابعة ديالكم والحضور ديالكم معنا وتشجيعاتكم هي اللي كتقوينا باش نزيدوا ان شاء الله حلقات جديدة. اليوم جينا واحد المدينة معروفة بالمآثر ديالها، معروفة بالطبيعة ديالها، معروفة بالجو ديالها، ديال سبحانه وتعالى انه هواء نقي جميل، جميع الناس كيجيو لها من المدن. اليوم جينا باش اننا نستضفوا في هذه الحلقة ديالنا بطل معروف متواضع بسيط ولكن خصنا نحفزوه وتحفزوه حتى نتوما معنا. بطل سميتو زهير المنصوري. زهير المنصوري معروف في رياضة كيك بوكسين، موانتاي وفول كونتاك. نتمنى ان شاء الله هذا النهار نقدروا اننا نشجعوه وتشجعوه حتى نتوما معنا. ان شاء الله خليكم معنا، مشاو لعندو ديروا معاه واحد الاستجواب وانتوما معنا كذلك. السلام عليكم، انا اسمي ايمن مرزوقي، منخرط في جمعيه منصوري فايت كلوب، واللي سميت الاستاذ ديالي زهير منصوري، كنقدم له احسن التحيه ولي احسن استاذ صراحه، وما عندي ما نقول له الجزاء ديالي، ما عندي ما نقول له صراحه، وكنطلب له الشكر بزاف، وهذا هو الواجب ديالي وشكرا. السلام عليكم، معكم مهدي الشفاق، منخرط في جمعيه فول كونتاك كيك بوكسين، منخرط في جمعيه فايت كلوب منصوري عند زهير المنصوري نيس بن صفار. كنقدم احسن تحيه للاستاذ ديالي زهير، وسميتو كيشرح لنا مزيان وكيتقاتل معنا. المهم دابا هادي عام ونص باش بديت معاه، غادي زوين الحمد لله، والاستاذ كيعاونني، كنشاركو في بطولات في سميتو مازال.
السلام عليكم، معكم زهير منصوري، مدرب في جمعية منصوري فايت كلوب. الكيك بوكسين، مواي تاي، الصابات والرياضات المماثلة، لا ديسيبلين اللي كنديروا جميع انواع ديال الرياضات فيها الفول كونتاكت، ليس كونتاكت، بون فايتس، سبور لو كيك هو الكيك بوكسين، والبوكس تاي هو المواي تاي، والكي وان بوكس جابونيز، وكنديروا حتى الملاكمة الفرنسية لاصابات. هادشي كامل كنخدموه في طريقة بيداغوجية. بالنسبة للتدريب ديالنا فهو تدريب مكنن بيداغوجي، علاش؟ لأن حنا حاصلين على حزام أسود درجة ثانية في رياضة الكيك بوكسين، زائد تدريب مدربين، ثلاثة ديال التدريب، ثلاثة الشواهد تدريب مدربين في رياضة الكيك بوكسين، يعني مدرب وطني الحمد لله. فايت لي لعب بطولات، محتل ثلاثة أربعة المرات المرتبة الثالثة في البطولات الوطنية، جوج في الملاكمة الفرنسية اللي هي صابات، وجوج في الملاكمة التايلاندية اللي هي المواي تاي. لعبت بطولة العالم ديال اسكا في تركيا 2022، حتليت المرتبة جوج مرات المرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة الأولى في الكيوان، والمرتبة الثالثة في المواي تاي اللي كانت منافسات تبارك الله مزيانه. المسار ديالنا ولا طريقه التدريب ديالنا هي طريقه جيده مقارنه مع الناس الاخرين، زائد ان الحمد لله الاسلوب ديال التدريب فهو يعني كنحاولوا نهجوا اسلوب ممنهج وطريقه علميه وطريقه بيداغوجيه عالميه. هادشي اللي كاين. النصال ديالنا جات في حي بن صفار، قرب السكوري مول الطيور، اللي كيعرف السكوري مول الطيور فغادي يعرف النصال ديالنا اللي هي جمعيه منصوري فايت كلوب. الان الكوتش ديالنا بغينا نسولك بعض الاسئله اللي جاتنا من عند المشاهدين. اول سؤال غنسولك، شنو هو البرنامج ديالك ديال العام؟ البرنامج السنوي اللي هو كنحاولوا ان نوجدوا ابطال في نفس الرياضات اللي ذكرناها قبيله، من صغار وشبان فتيان كبار اناس ذكور، يعني وكنحاولوا نتبعوا المنهجيه ديال العصبه، عصبه فاس، جهه فاس، عصبه جهه فاس مكناس للكيك بوكسين مواي تاي وصابات الرياضات الممثله. كنتبعوا البرامج السنويه ديالهم، والحمد لله كنحاولوا اننا نوجدوا هذو الوليدات هذو على حسب البرامج اللي عطيها لنا العصبه. فالحمد لله غاديين، وعندنا وليدات وعندنا ابطال اللي لاعبين لي فايت نايت، ولاعبين بطولات جهويه الحمد لله. كاينه المرتبه الثانيه، مراتب اولى ومراتب ثانيه ان شاء الله، الحمد لله، وان شاء الله القادم اجمل ان شاء الله، والابطال موجودين ان شاء الله. شكرا لك الكوتش ديالنا زهير المنصوري. السؤال الثاني من عند المشاهدين، شنو هما الصعوبات؟ لان كثير من الشباب اللي كيكونوا يعني طموحين بغاو حتى هما يديروا واحد النادي ديالهم، شنو مثلا تنصحو انت شنو هما الصعوبات اللي لقيتي باش صوبتي هذا النادي ديالك؟ بالنسبه للصعوبات اللي لقينا ان باش صوبنا هذه الجمعيه وهذا النادي ديالنا لاصال ديالنا، فهي اول صعوبه كتلقاها ان المدينه فيها شي شويه الاسعار عاليه بالنسبه للمحلات اللوكال ديال لاصال. الاثمنه كتكون شويه بايضه مقارنه مع المواقع، مثلا الموقع اللي كاين ان خص يكون فيه لاصال، فكتلقى مواقع عاديه مثلا وسط احياء وداكشي، كتلقاهم بثمن يعني الثمن مغاير على اللي عاود مثلا كتلقى في الشوارع الكبار وداكشي، عاود كتلقى لك شي اثمنه بايضه. فالصعوبه اللي كبيره بزاف هي ان كاينه صعوبه ديال لوكال، الاثمنه ديال لوكال، زائد كاين صعوبات ديال كاين اللي كياخذ كريديات، كاين اللي الحمد لله ما وصلتش لهذ المرحله ان ناخذ كريديه بشي مؤسسه خاصه ولا داكشي. خديت الكريدي مع عند العائله ديالي، والحمد لله وقع شويه ديال الدعم معايا، فما كاينش ذاك الصعوبه اللي توقعتها انا انها تكون كبيره بزاف، واخا ان وقيلا قلت شي عام ونص ولا عامين وانا كنفتش على لوكال،
يلاه كي خديته عليا باش عندنا قبل يعني عامين قبل ما ناخذ اللوكال دابا يعني هذه دابا المهم عامين قبل ما ناخذ اللوكال فالحمد لله خدينا اللوكال على قد الحال ما نقولوش ان احنا ميسورين ان الانسان كيسمع على صالح شي حاجه كيقول هذا ما راه الحمد لله كناخذو خدينا اللوكال على قد الحال والحمد لله الامور مره كتطلع مزيان مره طالينا بحال 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 المارشي مره كيكون مزيان مره كيكون ناقص مره كيكون مواسط فهادو هما الصعوبات اللي لقينا هو نشكرك استاذ ديالنا على هاد الاجوبه واخر سؤال اللي سولوا المشاهدين شنو هما المنافع وشنو كتنصح الشباب ديال اليوم بالنسبه للفوائد او المنفعه ديال رياضات الكيك بوكسين ولا رياضات الكيك بوكسين بحال الفول كونتاكس والكيك بوكسين موي تاي صبات فهما اول حاجه كتعطي واحد القوه بدنيه وتركيز عالي بالنسبه للضربات والحركات ردات الفعل يعني الضربه وردات الفعل ديالها كيفاش نهجم كيفاش ندافع فخلال واحد الثواني معدوده يعني كيكون عندك واحد لا كاباسيتي في المورال ديالك في الدماغ ديالك كيكون عندك واحد الكاباسيتي انك غير تضرب ترد الضربه زائد ان كتكون خص يكون عندك واحد الطاقه بدنيه مضاعفه ماشي بحال مثلا رياضات اخرى اللي مثلا كالتايكواندو ولا الكاراتيه ولا بعض الاساليب القتاليه الدفاعيه فهي كتعطيك واحد كديفلوبي لو كور ديالك كنا كنخدموا بالبوكس زائد كنخدموا بالارجل يعني ايدي وارجل 50% 50% من الايدي والارجل فهذا هو الفائده ديال الكيك بوكسين اللي كتعطيك واحد حتى التنفس فكيعطيك هو تنفس مضاعف مقارنة مع رياضات أخرين هذه واحد ناحية تانية أني كنصح الوليدات والشباب الصغار الكبار ابتداء من 4 سنوات ل 5 سنوات حتى الناس الكبارين علاش لا ما يديروش رياضة الكيك بوكسين فهي رياضة كتصلح جميع الأعمار وجميع الفئات بعد كان واحد الوقيته كانوا شي ناس سولوني عندنا بالنسبه انها خطيره على الاطفال وداك الشيء فلا فحنا كنعلمهم هذه كلمه خاطئه او لربما الله يسمح لهم بعض شي مدربين من رياضات اخرى كيوصلوا هذا الميساج باش يربحوا دراري بهذه الطريقه هذه لا ما تمشيش لهذ الرياضه هذه الرياضه احسن من هذه لا ما تكون الرياضات كلهم زوينين غير بالنسبه لنا حنا فحنا رياضه اللي كتنفع جميع الفئات وجميع الاعمار لا من الاناث لا من الذكور لا من الرجال الكبار حتى الستينيات والخمسينيات يقدروا يمارسوا هذه الرياضه لان متاحه للجميع.